نبدأ من تونس أولا. وقت ايش يرجع النادي صفاقسي الملعب الطيب لميري بصفاقس؟ إن شاء الله أول مباراة في الشامبيونز ليج اللي هي يوم 8 تقريبا فيفري تكون أول مباراة بالنسبة لنادي صفاقسي اللي هي الإياب بالنسبة للدور الأول اللي باش نلعبوه في أثيوبيا في أول الشهر، ونلعبوا المباراة الثانية في 8 إن شاء الله. مش معناها مباراة الافتتاح باش تكون مع فياريال؟ كنا اقترح علينا موعد يوم 5 مارس، لكن نظرا للعشب نتاع طيب الميري ما يجمش يتحمل زوز مباريات فرد وقت، ولذا حاولنا باش نوخروه الموعد هذا يوم 20 ان شاء الله المباراه هذه تكون معناتها في طيب. يعني موجوده المباراه مع فياريال، نرى 20 ناكدوها على التلفزه التونسيه.